برنامج هروج الأخبار برعاية موقع أكاديمية المصارعة. يا هلا والله بمتابعين هروج المصارعة أو هايينت مثل سكوت هول، بس عطها شوي خشونة علشان تطلع مثل سكوت هول، لكن معربة مو هايينت تطلع كأنك واحد دلوع، لا هايينت. المهم معاكم صوت الشرق أو فوت هروج، هذا اسم حسابي على تويتر. طبعا اسم فوت هو اختصار لفويس اوف ذا ايست، الاسم متعوب عليه بعد دراسة دامت 10 دقائق. المهم حلقة جديدة نار من هروج الاخبار، والبداية مع العناوين. اتحاد WWE يعود الى المملكة المتحدة لتقديم العروض المحلية. ستيفاني ماكمان تقول فينس كان يفكر في فصل الروستر منذ زمن. بشكل رسمي الـ WWE تعلن عن جدول برامجها والبداية مع سماك داون بري شو. مصادر مقربة تقول هناك خطط إلى فصل العديد من الفرق الزوجية. نتائج فحص المنشطات تهدد مسيرة بروك لزنر، وإلى تفاصيل الأخبار. الخبر الأول، بعد غياب لعدة أشهر سيعود اتحاد الـ WWE لتقديم العروض المحلية في المملكة المتحدة، تحديدا في العاصمة لندن، وسيقام بتاريخ 7 سبتمبر القادم. وقد روج الاتحاد لظهور عدد من المصارعين هما سيث رولانز، نيو دي، ألبرتو داريو، رومان رينز، كين، نيفل، كيفن أوينز، إيجي ستايلز، زاك رايدر، بو دالاس، تورمان، إير كروين، تايرل بريز، وساشا بانكس، وشارلوت. ولم يتم تحديد أي مباراة حتى الآن، علما بأن العرض لن يبث عبر الشبكة WWE. الخبر الثاني، تقول ستيفاني ماكمان إعادة فكرة فصل روستر WWE إلى رو وسماك داون يفكر بها فينس ماكمان منذ زمن، لكن أجلها لسبب، وكان السبب أن سماك داون كان يبث مسجل، وبعد انتقال بثه بداية السنة لشبكة USA اشترطنا أن تبث مباشر في الصيف. تضيف ستيفاني إضافة شين ماكمان لسيناريو فصل الروستر كان مهم بل عبقري، وكان مخطط له منذ عودته في فبراير الماضي. يعني من الأساس كان شين ماكمان باقي في الـ WWE بغض النظر عن نتيجة مباراته مع أندرتيكر في الرسلمانيا 32. الخبر الثالث، أعلنت الـ WWE بشكل رسمي عن جدول برامجها عبر شبكة الـ WWE Network، حيث ستقوم ابتداء من هذا الأسبوع ببث أولى حلقات برنامج سماك داون بري شو، والذي سيكون قبل بداية بث عرض سماك داون. وبعد نهاية البث سوف يكون هناك برنامج بعنوان سماك داون بوست شو. وقد أعلنت الـ WWE عن أن حدث سماك داون بوست شو سوف يكون فيه بعض اختيارات تقسيم المصارعين. والجدير بالذكر الـ WWE قد أعلنت أيضا أن عرض السوبر ستار سيكون مخصص لروستر عرض الرو، وعرض المين إيفنت سيخصص لروستر سماك داون. الخبر الرابع، أكدت مصادر مغربة من الـ WWE بأنهم يخططون إلى فصل العديد من الفرق الزوجية التي تعمل في عروض الـ WWE المتلفزة بالوقت الحالي في عرض سماك داون هذا الأسبوع، ولا يعلم أي الفرق سيتم فصلها. فهناك فرق كبيرة ذو شعبية، ويأتي أبرزها فريق سوفت، نيو دي، وعائلة الوايت فاميلي، وذا كلوب، وممكن الفودفيلينس، وممكن الأوسوس. عطونا اقتراحاتكم وقولوا مين الفريق اللي تتوقعونه والفرق اللي راح تنفصل. الخبر الخامس والأخير، الوكالة الأمريكية للكشف عن المنشطات USADA والتي تشرف على كل الرياضات داخل الولايات المتحدة أخذت عينة من الوحش بروك لزنر قبل مشاركته في UFC 200. وفي يوم الجمعة الماضي أعلنت الوكالة الأمريكية للكشف عن المنشطات عن خروج نتيجة إيجابية لدى فحص عينة الوحش بروك لزنر. وهذا خبر خطير للغاية، يهدد مستقبل الوحش ليس فقط في عالم الفنون القتالية المختلطة، بل حتى في مستقبله في عالم المصارعة الحرة، رغم أن هناك عينة ثانية. خلني أقول لكم الخبر ذي أو ذي النقطة بالعامية أكثر، هذه العينة إذا صارت ما تتشابه مع العينة الأولى فأمور بروك لزنر بتصير في السليم. أما إذا صارت في تشابه بين العينة الأولى مع العينة الثانية فأمور بروك لزنر مو في السليم. طيب إيش العواقب؟ هذا غير المبلغ وقدره، إيقافه من مزاولة القتال لمدة 2 سنين، وحتى مستقبله في عالم المصارعة الحرة سيتضرر، لأن الوكالة الأمريكية للكشف عن المنشطات ستمنع الوحش من المشاركة الجسدية
بأي فعاليات تكون في الملعب وصالات الرياضة. لذلك بادرت WWE على الفور بالتناظر مع الوحش بإعلان أنه أثناء ظهور العينة الإيجابية لم يكن الوحش متواجد على حلباتها. الجدير بالذكر أن ولاية نيويورك تعتبر المصارعة الحرة رياضة مثلها مثل فنون القتال المختلطة والملاكمة، أي لو تم إيقاف الوحش فلن يصارع في سمر سلام. هذا كل ما لدي لهذا اليوم، شكرا لحسن استماعكم، كان معكم صوت الشرق، وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.